نعمة ليه ونعمة لينا ان احنا نفهم. اتمنى منكم بس تطفوا الموبايلات. تاني حاجة اولاد لو جه تليفون مهم اجلوه، الموضوع مهم ماشي، الموضوع هيفيدنا خالص. اتفضل. بسم الاب والابن والروح. بشكر قدس ابونا على محبته، سعيد قوي ان انا اكون معاكم النهارده علشان نتكلم في موضوع مهم جدا، فروق بين الشباب وبين الشابات، فرق بين الرجل وبين المراه، فروق نفسيه وفروق جسديه نقدر نفهمها. ده يخلينا نجود التعامل مع بعض ونقدر نفهم بعض ونقدر نكمل بعض. الحقيقة ربنا لما خلق الإنسان خلقه ذكر وأنثى، وكان قاصد يبقى فيه اختلاف. تخيلوا بقى كده لو احنا عايشين في بعض في حتة واحدة كده كلنا بنات، يبقى العالم كله عامل ازاي؟ عالم جميل مش كده؟ عالم فيه رقة كده، فوش أي حاجة خشنة. ممكن يحصل ايه بقى؟ بعد شوية البنات هتنقرض. ليه؟ يفضل عددهم ايه؟ يقل. تخيلوا بقى لو عايشين في عالم كله رجالة مفيش فيه ولا بنت، يبقى عامل ازاي بقى؟ ايه رأيكم؟ هينقرض برضو، بس هينقرض بعد ما يبقى في خشونة بقى وفي عنف ويبقى في ضوضاء وصوت عالي وتعبير عن النفس. طيب، فعشان كده ربنا خلق الانسان ذكر وانثى كان ليه قصد ان احنا نكمل بعض، قصد ان احنا نكمل بعض. طبعا الفروق الظاهرية بين الرجل والمرأة واضحة، بس انا هتكلم على نقطتين مهمين قوي. هتكلم على وزن المخ. وزن المخ في الراجل اتقل من وزن المخ في المرأة، وحجم الراس عند الراجل اكبر من حجم الراس عند المرأة. بس الخبر الحلو بقى ان الكلام ده ملوش علاقة بالذكاء. الخبر الكويس ان ده ملوش علاقة بالذكاء. الرجالة ليهم خصائص بتميزهم، بس الخبر الجميل بقى ان 25% من الرجالة بيشبهوا الستات، والستات ليهم صفات جميلة جدا وخصائص حلوة قوي، بس 25% من الستات بيشبهوا الرجال. ليه بقى؟ علشان الهرمونات اللي في جسمنا نسبتها مختلفة. فالهرمونات الأنثوية بتاعت البنات نسبتها عالية عند البنات، لكن عندهم نسبة صغيرة من الهرمونات بتاعت الولاد اللي هي هرمونات الذكورة، والعكس عند الولاد. الولاد عندهم هرمونات الذكورة نسبتها عالية قوي، لكن عندهم نسبة صغيرة من هرمونات البنات. ليه كده؟ تخيلوا لو الرجال عندهم هرمونات الولاد بس وهرمونات الذكورة بس. هرمونات الذكورة دي بتاعت الصوت الخشن وبتاعت الشعر وبتاعت العضلات وبتاعت العظم الكبير. الراجل عمره ما هيبقى جنتل، هيبقى عنيف خالص. هرمونات الانوثه اللي جوه الراجل هي اللي بتخليه ايه؟ رقيق، هي اللي بتخليه جنتل، هي اللي بتخليه ايه؟ يهدى شويه ويفرمل نفسه شويه. البنات برضو عندهم هرمونات رقيقه جدا وهرمونات لطيفه جدا، بس عندهم هرمونات شويه من بتاعه الولاد. ليه؟ علشان يقدروا يستحملوا، يقدروا يبقوا عندهم قدره احتمال عاليه. عدد العضلات عند الرجال اكتر ولا عند البنات اكتر؟ ايه رايكم؟ عدد العضلات عند الرجال اكتر ولا عند البنات اكتر؟ انا سمعت متساويه. حد عنده اجابه تانية؟ عدد العضلات عند البنات اكتر من عدد العضلات عند الولاد، لان البنات عندهم عضله زياده مش موجودة عند الولاد، اللي هي عضلة الرحم. عضلة الرحم موجودة عند البنات ودي بتزيد. هم متساويين في عدد العضلات في كل حاجة، البنات عندهم عضلة زيادة، لكن قوة العضلات عند الشباب
عالية. الشباب يقدروا يشيلوا 50% أكتر من البنات يقدروا يشيلوه. بس الولاد ما يقدروش يبذلوا مجهود لفترة طويلة. يشتغلوا نص ساعة وبعدين إيه؟ يهنجوا ويأنتخوا ويحبوا يريحوا. يحبوا يريحوا ربع ساعة كده. لكن البنات عندهم طولة بال وطولة تحمل أكتر. عندهم قدرة تحمل أكتر. عشان كده في الرحلات أو في الحاجات اللي فيها شغل، خصوصا في المؤتمرات أو في الخدمة أو في البيت أو كده، تلاقوا البنات نفسهم طويل قوي في الايه، في المجهود اللي ايه اللي بيبذلوه. لكن الولاد يشتغلوا شوية ويحبوا ايه يريحوا. فدي فروق طبيعية جدا. يعني نيجي بقى للأهم بقى، الفروق النفسية بين الرجل والمرأة ووظيفة المخ عند الرجل والمرأة. المرأة عندها مخ والرجل عنده مخ، بس الوظيفة والتركيبة مختلفة. عند المرأة المخ بتاعها عامل زي المكرونة الاسباجيتي كده. يعني ايه عامل زي المكرونة الاسباجيتي؟ يعني تقدر تعمل 5 حاجات في نفس الوقت، المواضيع كلها مفتحة على بعض. يبقى بتذاكر وبتبص في الموبايل وسمع أخوها بيتكلم في التليفون وعينيها على التلفزيون وبتعمل شاي على البوتاجاز. كل دول بتعملهم في نفس الايه الوقت، مفيش مشكلة خالص، لأن مخها عامل زي الشبكة، عامل زي المكرونة الاسباجيتي. فالموضوعات كلها ممكن تبقى منفذة على بعض وتتعمل في نفس الوقت. البنات عندهم هذه الكفاءة. لما بنفهم الفروقات دي بتبقى مهمة. الشباب مختلفين بقى، مخهم متقسم أدراج، مخهم متقسم أدراج، كل حاجة ليها درج. المذاكرة ليها درج، والعيلة ليها درج، والمواصلات ليها درج، والشراء ليه درج، والرياضة ليها درج. بس الشباب عندهم حاجة مهمة قوي، عندهم درج فاضي مفيهوش حاجة. لما يتحطوا تحت ضغط يهربوا للدرج الايه الفاضي. عشان كده وشفتوا شاب قاعد سرحان وجيتوا تسألوه مالك، يقولك ولا حاجة. صدقوه لما يقولك ولا حاجة، لان هو قاعد في انهي درج دلوقتي؟ قاعد في الدرج الفاضي. البنات ما يقدروش يقعدوا في الدرج الفاضي لان ما عندهمش درج فاضي، دايما الدنيا ايه عندهم مشغولة. عشان كده لما تيجي تسأل بنت مالك، عمرها ما تقولك ايه مفيش حاجة، لازم تقولك انا متنرفزة، انا متضايقة، سيبني دلوقتي، انا مبسوطة، سيبني دلوقتي. يعني لازم تقولك، توصف لك حاجة. عشان كده في هواية عند الولاد صعب البنات يشتركوا فيها بسبب الدرج الفاضي دي، ان الولاد يمسكوا الريموت بتاع التلفزيون كده ويقعدوا لمدة 2 ساعة يعملوا كده. يقلبوا 1000 قناة، 500 قناة، 600 قناة، وما يشوفوش حاجة محددة. تيجي اخته تسأله انت بتعمل ايه، يقولها بس هشوف القنوات فيها ايه عشان اختار حاجة ايه اتفرج عليها، وينعس وينام وما يشوفش حاجة. لكن لو اخته قاعدة جنبه تتنرفز لو هي ايه شايفة اخوها عمال يمسك ايه الموبايل الريموت ويعمل كده، لان هي عايزة تتفرج على ايه، على حاجة محددة، وتستغرق معاها وتتفاعل معاها. فالدرج الفاضي اللي بيعمل كده عند الولاد، الدرج الفاضي ده كمان في هواية بيحبها الولاد والبنات تكرهها قوي ما يقدروش يشتركوا فيها، هواية صيد السمك. انه يقعد 8 ساعات ماسك سنارة كده رميها في المية وباصص في اللانهائي وما بيكلمش حد وقاعد ساكت. في بنت تقدر تقعد ساكتة 8 ساعات؟ حد شاف بنت مرة قعدت ساكتة 8 ساعات؟ يقول لي اسمها. لكن سهل قوي انك تلاقي الولد قاعد حاطط السنارة في المية وقاعد ساكت وما بيتكلمش وما بيعملش صوت. لحسن ايه ما بيعملش صوت؟
لحسن السمك يحصل له ايه؟ يهرب. هو عايز السمك ايه؟ يجي عشان يشبك فين؟ في السنار. فبسبب الدرج الفاضي اللي عند الولاد عندهم حتة الريموت اللي ايه؟ اللي يقعدوا كده ما يتفرجوش على حاجة وبلا هدف، او يسرحوا ويقعدوا يصطادوا سمك بالساعات من غير ما يكون عندهم حد بيتكلموا معاه ويقعدوا فيه مع بعض، او ياخد ركن كده ويقعد فيه مع نفسه وما يتكلمش مع حد. ده تركيبة المخ. يبقى لما تيجي تتكلم مع بنت، معنى الكلام ده ايه بقى؟ لما نيجي نطبق الكلام ده، لما تيجي تتكلم مع بنت وتلاقيها بتدخل من موضوع للتاني للتالت وبتنفذ وترجع للموضوع الاولاني تاني، ما تقولهاش صدعتيني وقلبتي دماغي وجبتيلي صداع. لازم تبقى فاهم ان دي ايه طبيعتها. لازم تبقى مطلوب منك هنا تعمل ايه حضرتك؟ تسمعها، تسمعها عشان تفهمها. وعشان كده البنات لما يتحطوا تحت ضغط ويبقوا مزنوقين يحبوا يتكلموا، وما يحبوش حد يقول لهم حلول للمشكلة اللي عندهم. هم عايزين يعملوا ايه؟ يفضفضوا باللي ايه؟ بالحاجة اللي مضايقاهم. وما ينفعش تقول لها لخصي انجزي هاتي من الاخر، لانك كده انت بتعمل فيها ايه؟ بتقفلها، بتجبتها، بتضيقها، بتفرسها، بتغزها. انا عارف ان احنا هنعرف حاجات مهمة النهاردة كتير، فنستخدمها صح مش نستخدمها ايه؟ بعد ما نفهم الصح نستخدمه ايه؟ صح. لكن الولاد لما يجوا يتحطوا تحت ضغط ما يحبوش يتكلموا، يحبوا ياخدوا ركن كده يدخلوا في الكهف بتاعهم، بيسموه كده. يدخل في الكهف يعني ايه؟ يعني يقعد لوحده لغاية ما يوصل لحلول لإيه؟ للمشكلة اللي عنده، يبتدي يظهر تاني ويطلع ويبقى عنده قدرة على إيه؟ الحوار والتفاهم. عشان كده ما تلاقوا ولد متنرفز أو متضايق أو مضغوط أو زعلان، اوعوا حد يقرب منه. لا نقول له مالك، ولا احكي لي، ولا طمني، ولا قول لي. أول ما هعمل معاه كده هيعمل فيا إيه؟ هينفجر فيا، هيفرقع في وشي. ومحدش يقول خير ان تعمل شر ان تلقى، بقى انا مهتمه وراح اساله واهتم بيه واسال عليه، يروح متنرفز عليا ويبقى عنيف كده معايا. لما بنفهم الفروق دي بنقدر احنا ايه كمان نتعامل مع بعض، ونقدر ان احنا ايه نتفاهم مع بعض. فالبنت لما تحط تحت ضغط وتبقى متضايقه عايزه تتكلم، عايزه ودان وطلع لها بني ادم. يعني ايه ودان وطلع لها بني ادم؟ حد يقول لي يعني ايه ودان وطلع لها بني ادم؟ يعني شخص منصت، شخص يسمع، ويسمع بايه؟ بتركيز. يعني ايه يسمع بتركيز؟ يعني يسمع بأربع حاجات، باتنين ودن واتنين عين. يسمع بأربع حاجات، اتنين ودن واتنين عين. ما ينفعش تبقى هي متضايقة وعايزة تتكلم وانا ماسك الموبايل وبقول لها ايه؟ معاكي سمعك، ايوة قولي انا معاكي معاكي. ده معناها ايه؟ ده معناه انك انت مش مقدرها، مش بديها اهتمام، يعني مش مراعيها. فده يخليها مبسوطة ولا متضايقة؟ تتضايق اكتر. يبقى احنا بنعرف دلوقتي الحاجات اللي بتبسطنا والحاجات اللي بتضايقنا من بعض، عشان نختار نعمل ايه؟ نعمل الصح بقى، نعمل الحاجات اللي ايه؟ اللي تبسطنا، ونفهم صح ازاي نتعامل مع بعض. فاذا زي ما قلنا كده الاختلاف ضرورة، وعشان يحصل تكامل، وان الانسان لما بيتحط تحت ضغط
بيسلك بطريقة مختلفة. الراجل بيسلك بطريقة انه ياخد جنب يقعد في الكهف بتاعه، والمرأة بتحب تتكلم وتفضفض عنه. الراجل لما بيجي يتكلم بيتكلم بطريقة واضحة محددة مختصرة مفهومة، بتميل لطريقة عقلانية اكتر غالبا يعني. المرأة لما بتتكلم بتتكلم بتفصيل، ويهمها التفاصيل الصغيرة الدقيقة، وما تحبش حد يقطعها وهي بتتكلم عشان تاخد راحتها. مرة كان في فرح في العيلة، وبعدين البنوتة اللي كان مفروض تروح الفرح مع الأسرة عيت ودرجة حرارتها عالية، فراحت موطية على أخوها كده قالت له لو سمحت خلي بالك من فستان العروسة عشان لما ترجع تشرح لي هي كان الموديل بتاعها ازاي وايه التفاصيل بتاعته. هي مش قادرة، درجة حرارتها عالية في البيت وقعدت. العيلة راحت الفرح ورجعوا الساعة 2 بالليل، لقوها قاعدة مستنية اخوها اول ما يفتح الباب. ها اوصف لي واشرح لي فستان العروسة كان عامل ازاي. قال لها فستان العروسة كان ابيض وليه ديل طويل وليه طرحة. قالت له بس. قال لها اه هو ده فستان العروسة. فعمل فيها ايه؟ قفلها. برافو عليكم. حرق دمها، فرسها. كل ما تسأله سؤال على فستان العروسة يختصر في الرد، فهي ما ترتاحش. الساعة 2:15 بالليل راحت ادت التليفون لبنت خالتها وقالت لها وصفيلي فستان العروسة. المكالمة قعدت من الساعة 2:15 للساعة 3:30 الصبح عشان بنت خالتها بتشرح لها فستان العروسة كان الموديل بتاعه ازاي، والقماشة بتاعته كانت عبارة عن ايه، وكان متصمم ازاي، الكمام كانت عاملة ازاي، والاكتاف كانت عاملة ازاي، والديكولتيه اللي في الصدر عامل ازاي، وطوله كان عامل ازاي، والقماشة كانت معمولة من ايه، وكان متطرز ازاي ومتزوق ازاي، وكان الورد اللي حواليهم عامل ازاي، وكان البوكيه اللي كانت ماسكاه العروسة في ايديها عامل ازاي. فالمكالمة ايه، خدت ايه وقتها. البنات بيحبوا يسمعوا ايه، تفاصيل. الولاد لما بيتكلموا بيعملوا ايه، بينجزوا. ولا مع ذلك في ولاد يحبوا يتكلموا زي البنات، يحبوا يتكلموا كتير، بس دول قليلين. 25% من الولاد بيتكلموا زي البنات، و 25% من البنات ما يحبوش الكلام الكتير، يحبوا ايه، ان احنا ننجز ونختصر. وبيتكلموا بيفكروا زي الولاد بطريقة عقلانية. غالبية الولاد يفكروا بطريقة عقلانية، وغالبية البنات يفكروا بطريقة عاطفية. بس في بنات بتفكر بطريقة عقلانية ومتفوقين في الحتة دي قوي، وبياخدوا درجات عالية في الكلية، وبياخدوا درجات عالية في الثانوية العامة. في الحتة دي بيبقى البنات في الفترة الأخيرة أثبتوا إيه؟ أثبتوا كفاءة وأثبتوا جدارة، إن هم بيفكروا زي الولاد وبينافسوهم في الحتة دي. بدليل في العشر سنين الأخيرة لو شفتوا الأوائل بتوع الثانوية العامة تلاقوا كم بنت وكم ولد. فاكرين؟ كم بنت بيطلعوا الأوائل وكم ولد بيطلعوا الأوائل؟ حد يفكرني ولا مش عايزين نقول نفوت الموضوع ده المرة دي؟ ايه رأيكم؟ عشان كده طالما في فروق بين البلاد والبنات، فاهتمامات الولاد تختلف عن اهتمامات البنات. يعني الولاد لما يقعدوا يحبوا يتكلموا في ايه؟ في الرياضة، في العربيات، في السياسة، في اللبس، الماركات، لبس السبور واللبس الرياضي. يحبوا يتكلموا في اخر
الاختراعات التكنولوجية والتطورات التكنولوجية، ده الحديث بتاع الولاد، ودايما يهتموا بالتحليل بتاع الأخبار والسياسة والرياضة. وعشان كده تبص تلاقي الولاد بيفضلوا كليات معينة يدخلوها، تلاقي كليات الولاد أشهرها إيه؟ أشهر كلية بيحبها الولاد إيه؟ ها؟ هندسة صح؟ إيه تاني؟ صيدلة ماشي، بس البنات دلوقتي بيفضلوا الصيدلة أكتر من الإيه؟ من الولاد. الطيران مثلا يفضلوا إيه؟ الولاد، لأنهم بيحبوا يتكلموا في الحاجات اللي فيها تكنولوجيا وفيها تطوير وفيها اختراعات كتير قوي. الولاد يبصوا للأمور بنظرة عامة ويبصوا للنتائج من الآخر. الولاد يحبوا يجيبوا من الإيه؟ من الآخر. البنات يحبوا يتكلموا في إيه؟ في التفاصيل. البنات يحبوا يهتموا بالمشاعر، التفاصيل اللي فيها جمال، اللي فيها علاقات، اللي فيها موسيقى. عشان كده بص تلاقي كلية الفنون الجميلة معظمها ايه؟ معظمها بنات. كلية الصيدلة معظمها بنات. معهد الموسيقى ودار الأوبرا المصرية والفنون بتاعة الباليه والعازفات والعزف على الكمانجا وعلى البيانو والكلام ده، تلاقوا البنات متفوقين فيه. البنات متفوقين كمان في إتقان اللغات الأجنبية أكتر من الولاد. تبصوا البنات شاطرين في اللغة الأجنبية، يتقنوا الإنجليزية، يتقنوا الفرنسية، يتقنوا الألمانية، يتقنوا الأسبانية بسهولة. الولاد بيبقى صعب عليهم. الولاد يتقنوا الرياضيات أكتر. الولاد يهتموا بالنتائج، البنات يهتموا بالأشخاص، والبنات يهتموا بالنظرة التفصيلية للأمور. بالنسبة للمساعدة بقى وطلب المساعدة، الولاد أقل في طلب المساعدة، البنات أكتر في طلب المساعدة. الحاجات اللي فيها خطورة، يعني مثلا لو لا قدر الله فيوز الكهرباء اللي ورا ده طلع دخان وشرار، مين اللي هيقوم أكتر علشان يتعامل معاه؟ الولاد ولا البنات؟ إيه رأيكم؟ مين اكتر هيقوم يتعامل مع الكهرباء اللي بتطلع شرار وبتطلع دخان؟ لا قدر الله بنعمل معسكر وقامت حريقه في النفايات اللي موجوده في المعسكر، مين اللي هيتصدى للحريقه ويطفيها اكتر، البنات ولا الولاد؟ ايه رايكم؟ انا مش سامع، انا احب اسمع رايكم. برافو برافو. يعني تقصد ان البنات بمئة راجل، طالما البنات هم هيتصدوا لايه؟ لانهم بيطفوا الحريقة. تقصد ان في بنت بمئة راجل. ساعات بنلاقي كده فعلا، في بنت يعتمد عليها وبتنافس الولاد انها تتحمل المسؤولية. الولاد عندهم خمس حواس، اما البنات عندهم ستة. البنات عندهم ست حواس، عندهم الحاسة السادسة. ايه الحاسة السادسة دي؟ دي موهبة انهم بيتوقعوا حاجات هتحصل وغالبا ايه؟ بتحصل. وممكن الحاجات دي تبقى ايجابية وتبقى سلبية. الراجل شهم في المواقف الخطر يتصدر، البنت رقيقة في المواقف اللي فيها خدمة وفيها تحضير وفيها ترتيب وفيها تجهيز، تلاقوا البنات ايه؟ وفيها نظام، تلاقوا البنات اكتر بيدخلوا في الموضوع ده. بالنسبة للعنف، مين عنده العنف اكتر؟ مين عنيف اكتر من التاني؟ الولاد ولا البنات؟ البنات بيبقوا عندهم عنف لما يتعرضوا لايه؟ لخطر. لما يتعرضوا لخطر بيبقوا ايه؟ عندهم عنف عشان يدافعوا عن ايه؟ عن نفسهم. لكن الابحاث اثبتت ان العنف عند الرجالة اكتر، وهو عنف مباشر، ومعظم الحوادث وصفحات الحوادث اللي بيرتكبها بيبقى الاولاد مش البنات. لكن المرأة اقل في الايه؟ في العنف. يمكن علشان البنية العضلية عند الرجل بتبقى اكتر شوية.
الراجل كثير النسيان دي نقطة ضعف عند الشباب، لكن الأنسات عندهم ذاكرة جميلة جدا، ذاكرة طويلة وذاكرة فوتوغرافية، ويفتكروا لسنين فاتت. يعني هم ممكن يبقوا سنة رابعة في الكلية أو سنة تالتة ويفتكروا الأيام ما كانوا ثانوية عامة كانوا بيعملوا إيه، وأول سنة في الكلية كان فيها إيه، والامتحان جه فيه إيه بالتفصيل. الولاد ما يفتكروش التفاصيل دي. ذاكرة الأولاد بتبقى أضعف شوية من ذاكرة البنات. عشان كده لما نيجي نتكلم من على البنات ناخد بالنا إن هم هيبقوا متفوقين في الإيه، إنه يجيبوا القديم والجديد، هيجيبوا القديم والجديد. فالبنات اشطر ان هم يفتكروا كل اللي حصل بالتفصيل. الولاد ساعات ما بتفتكرش التفاصيل دي. عشان كده لما في بنت بتتحط تحت ضغط زي ما قلنا بتعمل ايه البنت لما تتحط تحت ضغط؟ بتتكلم. والولد لما يتحط ضغط تحت ضغط بيعمل ايه؟ بيسكت وبياخد ركن كده لغايه ما يوصل ايه؟ انه يحل المشكله بتاعته. نتيجة ان احنا بنفهم بعض ده بيخلينا نتعاون مع بعض افضل، نتواصل مع بعض افضل، نريح بعض افضل، ونكمل بعض افضل. لكن عدم فهمنا كولاد وكبنات لطبيعة الاخر تلاقوا التوتر يزيد وعدم التفاهم يزيد، وتبصوا تلاقوا في مشاكل كتير واتهامات بيتبادلها الشباب والشابات. في لحظات بيبقى الشباب عايز يقعد يفكر بهدوء ويختلي بنفسه لما يكون مهموم وعنده مشاكل، فما يحبش حد يجي يقول له ايه، طمني مالك، قول لي، احكي لي. ده بيعمل له ايه زي ما قلنا؟ بيعمل له نوع من انواع التوتر اكتر. ده لما يكون مضغوط الشاب بنسيبه. البنت لما تكون يعني تحت ضغط بنسيبها تتكلم. عشان كده لما البنت بتفهم الراجل بيبقى مضغوط بتفهمه صح، ما بتقولش بقى ما هو ما بقاش يهتم بيا، ما هو سايبني مهملة كده، ما هو ما بيكلمنيش لما يكون متضايق ويشركني. لانها لما بتكون فاهمة ان هو محتاج يختلي بنفسه ما بتترجمش وتحلل التصرفات غلط، بتترجمها بطريقة ايه؟ بطريقة صح. فنقدر نتجنب سوء الفهم. لما نفهم طبيعة الشباب وطبيعة الشباب نقدر نفهم بعض صح. والشباب لما يلاقوا البنات بتتكلم كتير وبتتكلم بتفاصيل ما يقولش ان هم رغايين، وما يتهمهمش اتهامات تجرح، يقول ان دي طبيعة المرأة انها بتحب ايه؟ بتحب تتكلم وبتحب تدخل في التفاصيل. فلما نبقى فاهمين صح نقدر ان احنا نفهم بعض، ونقدر ان احنا نتعاون مع بعض، ونعيش جودة الحياة بطريقة لطيفة جدا. لان المرأة بتستريح باهتمام الاخرين بمشاعرها. يعني علشان نقدر نعمل علاقات وتعاون ناجح مع البنات نحط نفسنا مكانهم ونهتم بمشاعرهم ونسمعهم للآخر بدون ما نقاطعهم، نسمعهم للآخر ما بدون ما ونحط نفسنا مكانهم ونهتم ان احنا نسمعهم للآخر. ودايما نبين ايه؟ نبين اهتمامنا وهم بيتكلموا، لان ساعات هم بيطولوا في الكلام شوية. يعني ابين ان انا ايه؟ ان انا صحي وبلعب، يعني مش ان انا نمت او نعست او سرحت. ازاي بقى؟ هسمع حضرتك، حاضر. يعني والبنت بتتكلم او ماما بتتكلم او الاستاذة بتتكلم، انا اهز راسي كده. علامة ايه بقى ان انا بهز راسي دي؟ ان انا فاهم اللي بيتقال ومستوعب ومركز، وممكن ادي ابتسامة خفيفة للي بيتقال حتى لو انا كنتش موافق على اللي بيتقال. ايه الابتسامة دي؟ هدفها ايه؟ اقول ان انا قابل الرأي الآخر ومتفهم الرأي الآخر حتى لو ما كنتش أنا إيه موافق عليه. فبهز دماغي كده، بدي ابتسامة خفيفة تقول إن أنا قابل الآخر وقابل رأيه، أو إن أنا
ادي كلمه قصيره كده، بس كلمه قصيره يعني زي ايه؟ ايوه فاهم، مقدر، معاكي، عشان احسسها ان انا ايه، ان انا مهتم باللي هي بتقوله ومتجاوب معاها. ليك سؤال، اتفضل. اسم حضرتك ايه؟ رامز. لو سمحتوا نسمع رامز عشان شخصيه محترمه. رامز شخصيه محترمه، فياريت نركز ونسمع رامز. اتفضل يا رامز. سؤال حلو قوي بيقوله رامز. رامز بيقول ايه؟ انا ممكن اسمع لوقت معين لان انا مرتبط بالتزام معين، عندي مثلا ميعاد او عندي خدمة او عندي محاضرة، والوقت المتاح ليا ان انا اسمع فيه نص ساعة. ده سؤال رائع، انا بشكرك عليه يا رامز. في طريقة بقى ان انا انهي الحوار وانسحب منه تكون لطيفة. طريقة ايه؟ لطيفة. يعني مش معقولة لما يجي معادي مثلا اروح باصص في الساعة كده قدامها، لما بص في الساعة قدامها يبقى انا ببعت لها رسالة ايجابية ولا سلبية؟ سلبية. يعني ايه؟ بقول لها ايه؟ انجزي بقى، كفاية كده. فدي طريقة مش لطيفة. طب ايه الطريقة اللطيفة ان انا انهي بيها الحوار؟ حد يقترح كده ان انا خلاص اكتفيت بالنص ساعة وعايز اخلع وهي لسه بتتكلم ومش واخدة بالها ان انا عندي ميعاد. الفت ازاي نظرها بطريقة لطيفة؟ حد يقول لي ايه؟ ها اتفضل. ممكن اظبط سنبه بعد ايه؟ 3 دقايق مثلا. عارف اللي جاي كحالها عمل ايه؟ عماها. لا، احنا محتاجين عشان الموقف اللي زي ده لا سمح الله نفكر لا سمح الله. يعني مثلا نقول ايه؟ الحديث معاكي الحقيقة مفيد وانا انبسطت جدا من الحديث ده، واكيد الحديث ده هيكون ليه بقية، اسمحي لي نكمل الحوار ده وقت تاني، هل ده مناسب بالنسبة لك؟ هتتوقع تقول لك اه ولا لا؟ هتقول لك طبعا لا، هي لو اختارت هتقول لك لا. وعشان انا مهتم ان انا اتفاعل معاكي واركز معاكي في الحوار ده، اسمحي لي نكمل الحوار ده بعد المحاضرة التانية. ارجو انك تسمحي لي دلوقتي ان انا امشي، ميرسي لتفهمك. يخرب بيت كده، بعمل ايه انا؟ انا بعمل ايه دلوقتي؟ بنسحب، بس بطريقه ايه؟ طريقه شيك وبطريقه لطيفه بدون ما اعمل ايه؟ فهمني يا رامز؟ يعني انت فهمني؟ انت بقى تستعد بين المحاضرات لبقيه الايه؟ بقيه الحكايه، ان الحديث ممتع ومفيد عشان يبقى فيه تبادل ايه؟ تبادل خبرات وتبادل مهارات. نعم. في سؤال تاني يعني، حته بقى ان انا اقول ارجو وانك متفهمه ومقدره، ده كلام كبير قوي، نخلي الكلام يبقى ايه؟ اخف شويه ويناسب طبيعه الشباب، ان هو ايه؟ يبقى خفيف على الايه؟ على الودان، وخفيف على ايه؟ على المشاعر، بحيث انه يبقى ايه؟ مقبول. لا هي اتجرحت ولا انت تعطلت، القصه عايزه ايه؟ تدريب. وهيجي لك مواقف كتير قوي يا رامز تتدرب فيها، مواقف كتير، والمواقف دي مش هتبقى في الجامعه بس، او مش هتبقى في الكنيسه بس، المواقف دي هتبقى في البيت كمان. عشان كده انت محتاج المهارات. كل شاب وكل شابة لما بيفهم الفروق النفسية بين الرجل والمرأة دلوقتي، بيقدر من النهاردة
ياخد قرار وتاخد قرار انها تنمي المهارات بتاعت التواصل والتفاهم والتعامل مع بابا، مع اخويا، مع الجاري، مع البياع اللي في السوبر ماركت، مع ماما، مع اختي، مع امينة الخدمة، مع استاذة الجامعة، مع الدكتورة، مع الصيدلانية. بنقدر مع كل الناس اللي موجودين في شبكة علاقتنا الاجتماعية نطبق الكلام ده عشان نقلل ايه؟ نقلل الصدام ونقلل المشاكل اللي هي ممكن تحصل بينا ومع بعض. طيب نيجي لنقطة مهمة بقى، ايه اللي بيشجع ويحفز الشباب وايه اللي بيشجع ويحفز البنات؟ اول حاجة تشجع البنات ان احنا نتفهم مشاعرهم ونقدرهم ونحترمهم. اللي يريح البنات ويشجعهم ويخلي مزاجهم حلو يحسوا بالتقدير ويحسوا بالاحترام ويحسوا ان احنا مقدرين مشاعرهم ومتعاطفين معاهم بان احنا حاطين نفسنا مكانهم. لان التعاطف لوحده ايه؟ مش كفاية. التعاطف لوحده مش كفاية، لازم تعاطف معاه نوع من انواع ايه؟ انك تحط نفسك مكانها عشان تحس بالظروف اللي هي فيها وتقدر مشاعرها، ساعتها تقدر هي ترتاح وتتشجع انها تنفتح في الحوار وتقول كل اللي عندها. طب ايه اللي بيحفز الرجل ويشجعه؟ ان الشابة تثق في قدراته، تثق فيه وتثق في قدراته وتثق في انه قادر على الانجاز. والكلام ده مش كلام، مش احلى كلام في الهوى بيتقال، ده كلام بيترجم لايه؟ لافعال. علشان كده الثقة بتكتسب ولا تمنح. يعني ايه الثقة تكتسب ولا تمنح؟ يعني تخيل كده انت رايح لاختك تقول لها انا عايزك يا اختي تثقي فيا، بس اديني ثقتك وتفرجي عليا هعمل ايه. هتدي لك ثقتها مجرد ما انا قلت كده الكلمتين دول؟ بالطبع لا، مش هتديك ثقتها. لكن اختك تمنحك ثقتها امتى؟ لما تجربك في موقف واتنين وتلاته وتلاقيك ايه؟ وتلاقيك شهم، وتلاقيك بتتصرف بايجابيه، وتلاقيك يعتمد عليك، وتلاقيك بتحقق لها طلبها وبتامنها وتحافظ عليها. ساعتها بس، ساعتها بس تبتدي هي تقدم لك ايه؟ تثق فيك وتقدم لك ثقه. لكن الثقة ما بتجيش بالايه؟ بطق الحنك. يعني ايه طق الحنك؟ يعني الكلام، يعني بالشفايف. ثقي بس فيا كده وتفرجي انا هعمل ايه. لا، ده ما ينفعش، ما ينفعش مع البنات. البنات عايزة افعال مش عايزة ايه؟ الكلام. لان الكلام هو اضعف حاجة في التواصل، اقل حاجة بتأثر في الحوار وفي الاتفاقات هو الكلام. وحتى بص تلاقي مثلا ايه بعد شوية كده تلاقي الشاب يقولوا عليه ايه؟ فلان لا سيبك منه، ده بياع كلام، ده بق، ده طق حنك، ده هو عبارة عن بق وطلع له بني ادم، ده هو مفهوش غير لسان. ليه طلع عليه سمعة زي كده؟ ليه طلع عليه سمعة زي كده؟ لأنه بيوعد كتير وبيفتح صدره كتير وبيتكلم كتير، لكن أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. ليه؟ لأن في فجوة بين الكلام اللي أنا بوعد بيه وبين اللي بقوله وبين التصرفات والسلوكيات اللي أنا إيه بعملها. عشان كده في العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة نبقى فاهمين إيه اللي بيشجع ويحفز الطرفين. الراجل عايز ثقة، عايز تقدير، عايز احترام،
لكن لازم يكون جدير بالثقة دي من خلال ايه سلوكاته. المرأة عايزة ايه؟ عايزة تفهم لمشاعرها، عايزة احساس بيها، عايزة احترام، وعايزة ان الراجل لما يتكلم معاها يترك احساس انه خبير وعالم بكل الامور، يتنازل شوية، ما يحسش انه هو الخبير العالم بكل الامور، لا، يحس انه بيتبادل الخبرات مع ايه؟ مع انسانة، يحس انه انه بيفكر ويتبادل الافكار ويتبادل المشاعر مع انسانة تانية، فيسري العلاقة ويبقى فيه ثقة ويبقى فيه فهم ويبقى فيه تقدير ويبقى فيه احترام. هو ده اللي بينم. وحتى في العلاقات بين الشباب وبعضه، أو الشباب والشابات وبعضهن، والشباب وبعض والشابات، في معادلة كده لازم نراعيها وإحنا بنتفاهم مع بعض أو بنتكلم مع بعض، إن أنا أبقى مرتاح وهي تبقى مرتاحة. هنعمل حوار مثلا، مجموعة شباب ومجموعة شابات واقفين مع بعض في بيرتبوا ترتيب معين لرحلة، أو بيعملوا خدمة سوا، أو في مؤتمر، لما نتبادل الأفكار ونتبادل الكلمات مع بعض، كل واحد يحترم الرأي الآخر سواء شاب أو شابة، من غير ما يتهكم عليه، من غير ما يقلل منه، حتى لو هو مش مناسب هذا الرأي. وإحنا الحقيقة في المجتمع بتاعنا نفتقر إلى مهارة فن الخلاف مع الآخر. إحنا النهاردة اتكلمنا على الاختلاف، انا بقول ايه؟ فن الخلاف. هو في فرق بين الاختلاف وبين الخلاف؟ ايه رأيكم؟ ايه الفرق بين الاختلاف وبين الخلاف؟ احنا مختلفين، احنا شباب رجالة وهم بنات مدموزلات، مختلفين، مختلفين في طريقة التفكير، في طريقة التحفيز، في طريقة التعبير، في طريقة الفهم، مختلفين، مختلفين في التركيبة. هي إنسانة بنوتة وأنا شاب راجل، مختلفين في التركيبة. لكن إحنا بنتكلم على الخلاف في وجهات النظر، الخلاف في التعبير عن الرأي، الخلاف في الوصول لقرار، ودي محتاجة مهارة ننميها فينا احنا الاثنين، لان المجتمع ثقافته ما بتشجعش على اجادة فن الخلاف وقبول الرأي والرأي الاخر. احنا على طول المجتمع عنده قابلية للاشتعال، واحنا مع الاسف موجودين في ثقافة غير مسيحية، احنا عايشين في ثقافة غير مسيحية، فلازم ننتبه، لازم ننتبه كويس قوي ان احنا لينا مرجعية مختلفة، وان السيد المسيح قال لنا انتم لستم من هذا العالم، وان في العالم هيكون في تحديات وهيكون في ضيق، لكن ثقوا ان انا ايه؟ غلبت الايه؟ العالم. لازم نبقى فاهمين كده ان في تحديات هتقابلنا كتيرة، وازاي نتعلم نقبل الخلاف في الرأي ونقبل الرأي الاخر نتيجة فهمنا للاختلافات اللي موجودة بين الرجل وبين المرأة. إذن لو حبينا على ضوء فهمنا للاختلافات السيكولوجية والنفسية بين الرجل والمرأة اللي احنا قلناها في طريقة التفكير وطريقة عمل المخ وطريقة التعبير، ولما نتحط تحت ضغط، ولما نحب ان احنا نتكلم، نقدر نقول احتياج الرجل ايه واحتياج البنت ايه او الأنسة ايه. احتياج الرجل والمرأة مختلف شوية، يعني المرأة بتحتاج للإخلاص، المرأة بتحتاج إنها تكون أولوية في اهتمام الآخر، إن يكون لها تقدير، المرأة بتحتاج للتصديق، إن لما تتكلم حد إيه يصدقها، المرأة بتحتاج إن محدش يعترض على مشاعرها ومحدش يصادر رأيها أو يقلل من الرأي بتاعها. المرأة والشابة بتحتاج للطمأنة، بتحتاج انها تطمن وهي بتتكلم مع الاخر، وبتحتاج ان الاخر يقدر مشاعرها. طب ماذا يحتاج الرجل؟
في فهمنا دلوقتي للفروق النفسية بين الرجل والمرأة. الرجل يحتاج للقبول، انه يكون مقبول. الرجل يحتاج للثقة. الرجل يحتاج للتقدير. والرجل يحتاج للتفهم والاحترام والرعاية. طيب لما بنفهم الاحتياجات وبنفهم الفروق النفسية، هل ده بيفيدنا في طريقة التواصل مع بعض والتفاهم مع بعض، سواء جماعتنا خدمة او جماعتنا جامعة او جماعتنا اسرة او جماعتنا مؤتمر او حاجة زي كده؟ هل ده بيفيدنا فعلا ان احنا لما نفهم بعض ونفهم الفروق النفسية بين الشاب وبين الشابة ونفهم الاحتياجات النفسية دي، هل ده بيساعدنا ان احنا نشبع الاحتياجات دي ونحقق المعادلة اللي انا اتفقت معاكو عليها، انا ارتاح وهي ترتاح، سواء في الاتفاق او في الحوار او في الترتيب او في التحضير، نخرج من اللقاء اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض، مجموعة ولاد ومجموعة بنات، كلنا مرتاحين، البنات مرتاحة والولاد مرتاحة. احنا مشكلتنا لما نبقى مجموعة مع بعض ايه؟ بتبصوا تلاقوا لو مجموعة مثلا من 7 افراد، بتبصوا تلاقوا في 5 مروحين مبسوطين واتنين مروحين زعلانين. ليه؟ حد يفسر لي ليه 2 مروحين زعلانين و5 مروحين مبسوطين وكلنا كنا واقفين نتكلم مع بعض ونتفاهم مع بعض؟ حد يفسر لي الحكاية دي؟ بتشوفوا الكلام ده بيحصل؟ لما يكون في جروب مع بعض بنات او ولاد، في مجموعة بتروح مبسوطة ومجموعة بتروح دمها محروق، ليه؟ ها؟ ما خدوش راحتهم في الكلام، او ما حدش اعتنى برأيهم وكانوا شايلين الليلة وكان الهزار عليهم هم. لا، احنا لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان احنا لما بنتكلم مع بعض يبقى هدف المجموعة كلها انها تريح بعض، حتى لو اختلفوا في ايه، حتى لو اختلفوا في طريقة التعبير وطريقة شرح وجهات النظر بتاعتهم. هو ده اللي انا قلت عليه من شوية، كيف نجيد فن الخلاف. انا الحقيقة عايز اعبر عن تقديري لتركيزكم واستجابتكم وتفاعلكم، وانا واثق في قدراتكم وامكانياتكم انكم تقدروا تنفذوا مهارات ايجادة فن الخلاف بيننا وبين بعض، نفهم احتياجات بعض، نفهم الفروقات اللي بيننا وبين بعض، ونطبق الكلام ده من النهاردة. اول ما ناخد بريك واول ما نروح تبقى فرصة بقى ان احنا ايه، نطبق الكلام ده مع شبكة علاقتنا الاسرية وشبكة علاقتنا الاجتماعية وشبكة علاقتنا الجامعية، عشان نقدر نعد نفسنا ان احنا نكون شباب مؤثر وشابات ناضجات وعندنا قدرة على التأثير وقدرة على النجاح. ربنا يديكم نعمة وبركة انكم تكونوا سامعين وعاملين، وانا شخصيا استمتعت جدا بالحوار معاكم النهاردة، وانا مبسوط ان انا كسبت اخوات واخوة ليا. ربنا يبارك في حياتكم، ولإلهنا المجد الدائم من الان والى الابد، امين. نشكر دكتور نادر على المحاضرة الجميلة دي. بص يا شباب، تعقيبا بسيطا يعني على اللي قاله الدكتور نادر بالنسبة للاعتراف، سر الاعتراف، ساعات بنخرج من قدام ابونا مثلا في سر الاعتراف.